المستوى ديال المنتخب المغربي في الدور الاول مستوى اللي كان بصراحه يعني جيد، رغم التعادل الاخير اللي كان ضد المنتخب الغابوني. فالمدرب وحيد عرف كيفاش يسير هذه المقابلات الثلاث، ولو انه يعني كما قال كان كيتحمل المسؤوليه يعني ديال التعادل في المقابله الثالثه، ولكن مهما كان فكان هناك تاهل. والحمد لله يعني كان واحد الدرس اللي خديناه في هذه المقابلات هذو الثلاثه، وكنتمنى انه الفريق يمشي في هذه الخطه التصاعدي ان شاء الله في هذه الدوره هذه. اولا مقابلات جميع المقابلات ديال كاس افريقيا فهي مقابلات ماشي سهله، شفنا يعني منتخبات كيفاش تعذبات، شفنا المنتخب التونسي الامس كيفاش فاز على المنتخب النيجيري، رغم انه المنتخب النيجيري كان هو يعني على الورق كنظنوا انا هو اللي غادي يفوز هذه المقابله ويعني بسهوله، لكن العكس هو اللي وقع. كنظن بان المنتخب المغربي عنده تجربه يعني كبيره في هذه المقابلات، خصوصا المدرب وحيد وبعض العناصر الاساسيه. وكنشوفوا بانه اول مره كنشوفوا منتخب اللي بدات البوادر ديال المنتخب في المستوى كتبان لنا، لان هناك عناصر جديده، عناصر يعني باقي صغيره في السن وعناصر مجربه. ووحيد استطاع انه يدير يستطع انه يخلق واحد يعني واحد التجانس كبير. ما عندناش يعني نجم في المنتخب، عندنا يعني مجموعه متجانسه. اظن انه المقابله ما غادي تكون سهله، يعني يمكن حنا نصعبوها على ريوسنا، يمكن حنا نسهلوها على ريوسنا، الا كنا عرفنا كيفاش يعني ندخلوا مركزين لهذه المقابله، وان شاء الله يعني يكون الفوز الحليف ديال المنتخب المغربي. كنظن بانه العناصر المغربيه يعني من خلال يعني التصريحات ديالهم اللي كنسمعوا انه بغى يفرحوا الشعب المغربي، وهاد يعني ما بغاوش تفوت هذه الفرصه هذه بلا ما يحققوا نتائج ايجابيه ويمشيوا ابعد نقطه ان شاء الله. انا نقول لك مساله مهمه، اي منتخب في هاد المنتخبات كلهم اللي مشاركين في هاد الدوره هذه يتمنى يكونوا عنده حراس بحال بونو وبحال محمدي، وايضا الحارس الثالث اللي هو تاغناوتي. بهذه المناسبه كنتمنوا الشفاء للحارس انس زنيتي، كنظن بانه يعني ما المستوى ديال لا بونو ولا يعني محمدي يعني راهما المستوى كيتكلم على نفسه، ما يمكنش لينا الا يعني نهنيو نفوسنا على الحارس اللي عندنا في المنتخب اللي هو بونو، وشفنا كيفاش ردنا في المقابله ضد المنتخب الغاني. الحمد لله يعني نتمنى غدا يكون في المستوى الكبير ونفوزوا ان شاء الله بتاهيل التومو ان شاء الله.